دي مهما كان بنتنا الوحيدة يا عبيد. جيب لي سيرة البت دي تاني يا أم هنا. أنا خلاص اتبريت منها. يعني أنت قلبك ما بياكلكش كده وعايز تعرف أي حاجة عنها؟ تروح في 60 داهية. عارف ليه ما ماتتش وريحتني؟ ما تقولش كده، حرام عليك يا عبيد، الشر بره وبعيد. بره وبعيد فين؟ بره وبعيد فين يا أم هنا؟ خلاص الشر بقى جوانا ولابت في حجرنا، وبنتك اللي جابته لحد البيت. على فكرة أنا عرفت إن هي قاعدة عند صبرة جارتنا. صبرة؟ آه، ما هو دود المشي بيبقى منه فيه. لما أنت عرفت منين إن عند صبرة؟ أوعي تكوني كلمتيها. أبدا يا أخويا، هو أنا أقدر؟ ده أنت كلمتك تمشي على رقبتي. أنا بس كده لمحتها عندهم قاعدة في الصال. تروح في 60 داهية إن شاء الله حتى تولع بجهاز.